ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الفلوجة وكعادتها تسبق المدن العراقية في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فالشوارع تتزين والمساجد تصدح بالابتهالات فرحا بهذه الذكرى العطرة. وما يميز مدينة المساجد أن هذه الأجواء الإيمانية تستمر لأسابيع وأحيانا لأشهر، حتى سميت الفلوجة بمدينة المولد النبوي. عرفت مدينة الفلوجة بأنها مدينة المولد النبوي، وشهد بذلك كبار علماء العراق وغيرهم أن الفلوجة مدينة المولد النبوي. واليوم في أول احتفال يقام في الفلوجة في جامع الفلوجة الكبير أقيم هذا الاحتفال لإعلان البدء بالاحتفالات والمسرات بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إذا قرئ مولد رسول الله في أي عام وفي أي مكان رفع الوباء والغلاء ودفع الأعداء. والمولد فيها يستمر إلى أكثر من شهر شهرين، وهي تقيم الموالد، ولا يوجد يعني جامع أو مسجد إلا ويقام فيه مولد. هذا يعني من يعني أصالة ثقافة هذه المدينة. أهالي الفلوجة حريصون منذ عشرات السنين على إحياء المناسبات الدينية، كما أنهم يؤكدون ضرورة الالتزام بتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حب رسول الله وآل بيته وصحابته نور يستضاء به، لأن أهاليها لهم محبة خاصة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، ويقتفون بنبيهم بكل ما جاء به، وهم أهل لهذا المولد. هذه الأيام المباركة أيام ولادة فخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت مدينة الفلوجة بالاحتفالات والابتهاجات بمناسبة هذه الذكرى المباركة التي نسأل الله أن تعم علينا بالأمن والأمان. ولم تقتصر الاحتفالات بهذه المناسبة على المديح والابتهالات فحسب، بل تنوعت المظاهر، ومنها توزيع الحلوى، وهي واحدة من التقاليد المتعارف عليها. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.